لماذا غضب النظام الإيراني من التقارب الخليجي البريطاني؟ وكيف يرى هذا النظام مستقبل المنطقة المتفجر حيثما تغلغل؟ ما حدود نجاح دول مجلس التعاون في إيجاد الهياكل القادرة على ترجمة وزن هذه الدول اقتصادياً وأمنياً وسياسياً؟ وماذا يتوجب على الخليجيين وعلى العرب فعله لتجاوز الواقع والمتوقع من أي تداعيات سلبية تحدث في المتغير الإقليمي والعالمي؟ مئات شخصية وطنية وإنسانية لبلورة خطة موحدة على مستوى الدولة تضمن تنفيذ جميع مبادرات عامل خير. من هنا نبدأ أعزائي المشاهدين مع ضيف الفرسان الدكتور سلطان النعيمي الإعلامي وعضو هيئة التدريس في جامعة أبوظبي والمتخصص في الفكر السياسي الإيراني. ما هي حدود المصالح العربية الإيرانية؟ وما هي نقاط التلاقي؟ وما هي مسببات التوتر؟ لماذا لم يأخذ النظام الإيراني مصالحه بعين الاعتبار رغم معاناة اقتصاد بلاده لسنين؟ وهل شراكة عربية بريطانية متعددة القطاعات تسهم في حفظ الأمن في المنطقة؟ كيف يمكن الحفاظ على السلم الأهلي والانتعاش الاقتصادي في منطقة ساخنة ومرحلة يراها متخصصون بالضبابية؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف الفرسان الدكتور سلطان النعيمي المتخصص في الفكر السياسي الإيراني. أهلا بك دكتور. حياك الله. سلام عليكم. الدكتور سلطان النعيمي في سطور نتابعه معنا. مرحبا بك دكتور في حلقة جديدة من حلقات ضيف الفرسان. أول شيء نورتنا في اللوكيشن. الله يسلمك. اسمح لي. في عندنا كثير من الأسئلة وطبعا طابع اللقاء هذا ثري بوجودك بعد. الله يسلمك. أنا سعيد جدا أني أكون بينكم وإن شاء الله أن تكون حلقة يعني تنال إعجابكم والجماهير إن شاء الله. طول لي في عمرك. دكتورنا، ما هي حدود التدخلات الإيرانية في الدول العربية وتاريخها ومتى بدأت ولأي أغراض هي اليوم ماشية بعد؟ تحية لك في البداية أستاذ محمد مشاهدين الكرام. بالنسبة بما يتعلق بالتدخلات الإيرانية في المنطقة، إذا نحن خذنا في الحسبان بداية ثورة عام 1979 وجود النظام الإيراني الجديد بعد وصول الشاه، بدأت نوع من التدخلات التي أخذت لعلها أشكال ووسائل أخرى. إذا نظرنا إلى بداية الثمانينات، كان هناك ما يطلق عليه بمفهوم تصدير الثورة. بدأ النظام الإيراني بدعم بعض الميليشيات وأطلق عليها حزب الله، التي ليس فقط حزب الله الذي هو في لبنان، وإنما انتشر حزب الله إلى أكثر من دولة من دول الخليج والعالم العربي. كل ذلك كان رغبة منه في استمرار مسألة التوسع في المنطقة، اعتبار أنه قائد لفكر ما يتعلق بالأيديولوجية الإسلامية وتصدير الثورة وحماية المستضعفين ودعمهم، وكلها قراءات أدت في نهاية المطاف إلى وجود هذه التدخلات وبالتالي إشكاليات أخرى لا زالت إلى اليوم تسبب بالفعل إشكالية ومواجهة للسلم المستقرار الذي ننشد له نحن جميعا، يعني ليس دول المنطقة فحسب وإنما العالم ككل. من البديهي ان الواحد يكون عنده افضل العلاقات مع دول الجوار، وهذا يعني شيء متعارف عليه، لكن كيف الواحد يقدر يكون بحال من افضل الاحوال هذه مع دوله تتدخل في شؤونه؟ هو طبعا اذا كنا نتحدث عن الهدف الاساسي لجميع العلاقات فهي يعني خلق نوع من العلاقات الدبلوماسيه التي تحترم العلاقات الدوليه، تحترم الدول وعدم التدخل في شؤونها، السعي إلى خلق أفضل أنواع من العلاقات سواء العلاقات الاقتصادية والسياسية وغيرها. هذا الأمر يؤدي بالتالي إلى نوع من التنمية، من الاستقرار، من علاقات متكافئة مساهمة إلى تحقيق التنمية.
ولكن إذا كان هذا الهدف المنشود لدول مجلس التعاون الخليجي، وجاء دائما أستاذ محمد في كثير من البيانات، بيانات مجلس التعاون الخليجي التي تركز على هذا الجانب، إلا أنه في المقابل يأتي النظام الإيراني للأسف الشديد يتحدث أو يقوم بممارسات لعلها تأتي مغايرة لتلك التصريحات التي نجدها. فحينما نرى أنه يتواصل مع الميليشيات، يقوم بذلك الدعم وتصدير الأسلحة وتهريبها، إذن هذه ليست علاقات دبلوماسية، هي ليست احترام لدول وعدم التدخل في شؤونها. فهنا تحدث الإشكالية، إذا أنت كنت تسعى إلى خلق هذه العلاقات السلمية، إذن لابد من الالتزام بالقواعد العلاقات الدولية التي هي من البديهيات التي تؤدي إلى السلم والاستقرار في المنطقة، ولكن بطريقة مغايرة لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول إلى ذلك. بس إذا تكلمنا عن العلاقات الاقتصادية وتشوف أنت أوضاعهم أصلاً الاقتصادية تعبانة، نعم، وبعدهم يتكلمون عن العلاقات الاقتصادية، شو وجه نظرك في الموضوع هذا؟ هو يعني إذا كنت تتحدث عن العلاقات الاقتصادية فإنك لا يمكن بأي حال من الأحوال أنك تفصلها عن الجانب السياسي. الشعوب فيما بينها، يمكن حتى قبل أن تكون هناك دول في المنطقة كانت هناك علاقات قوية ما بين الشعوب فيما بينها، التبادل التجاري كان حادث وقائم. فحينما جاءت وتأسست دول الخليج، كان الاقتصاد والتبادل التجاري ما بين شعوب دول الخليج والشعب الإيراني منذ قديم الأزل. فتأتي هذه الأنظمة والحكومات لتعزز من هذا الاقتصاد وتضع له الأطر القانونية وغيرها من الأطر التي تساهم في تعزيز الأواصر ما بين المجتمعات، ننتقل للمستوى السياسي ليكون جانب إيجابي، وهذا ما سارت عليه دول الخليج. ولكن في المقابل بعد وصول هذا النظام بعد عام 1979 بدأ يتخذ من الأيديولوجية الإسلامية الثورية، وبالتالي الاتصال بدول أو عفوا اتصال بجماعات لا تمثل دولها ولا تمثل حكوماتها. هنا تكمن الإشكالية، إذا الجانب الاقتصادي معزز، وإذا كان موجودا فليبقى ليعزز من مسألة التواصل، بحيث أنه يكون في يوم من الأيام أو دائما يكون ضاغط للجانب السياسي لكي نقوم بعملية تحقيق السلم والاستقرار. ولكن تبقى الإشكالية فيما نهج النظام الإيراني وفكرة في أن هذا النهج الثوري هو من سيحقق له الاستقرار، ولكن بطبيعة الحال إذا كان يسعى إلى استقرار فلا بد من استقرار المنطقة ككل، بهذه التدخلات من الصعوبة إحداث هذا الاستقرار. دكتور، اليوم نحن نعرف أن رفعوا الحظر عن الاقتصاد عن إيران، بس شو المؤشرات اللي أنت واضحة لك من ناحية الرفع هذا؟ هل في تطور في الاقتصاد؟ هل صارت في علاقات أكبر مع دول أوروبية مثلاً؟ أنت روحك تعرف شو هي الدول، نعم، وكيف تطورت العلاقات هذه خلال الفترة بعد رفع الحظر على الاقتصاد؟ هو طبعا يعني بعد توقيع الاتفاق النووي، وصول الاتفاق النووي، بدأ من يناير 2016 التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق، بدأ رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام الإيراني الذي يتضرر منها في المقام الأول الشعب الإيراني بلا شك. بدأت العلاقات شيئاً فشيئاً، الشركات كثير من الشركات الأجنبية تأتي لإيران لاستثمار مثل هذه، اقتصاد قوي لديه تنوع في الاقتصاد، ولكن لا زالت هناك إشكاليات، لا زالت هناك عقبات في العقوبات الاقتصادية تحول دون عودة إيران إلى المجتمع الدولي فيما يتعلق بالاقتصاد. هي الأمر أستاذ محمد ليس فقط يعني مرهون بالاتفاق النووي الذي لا زال البرنامج النووي لديه بعض الملاحظات الكبيرة، ولكن هناك نقاط أخرى اللي هو العقوبات المفروضة على البرنامج الصاروخي، على دعم الإرهاب. فهذه بعض العقوبات التي لا زالت مستمرة وتشكل عرقلة للنظام الإيراني للعودة، والإشكالية في أن الشعب الإيراني هو المتضرر في المقام الأول. إذا نحن نتكلمنا عن غضب المسؤولين الإيرانيين على كلمة رئيسة وزراء بريطانيا خلال القمة الخليجية 37، شو تقدر توضح لنا الموقف كيف كان هو؟ هو طبعاً يعني قراءة النظام الإيراني ومسؤولي فيما يتعلق بتصريح رئيسة الوزراء البريطانية فيما يتعلق بتوطيد العلاقة والحضور الأقوى في المنطقة، لعله يقرأ من جانب النظام الإيراني وكأنه تهديد مباشر له. لماذا لا يقرأ أنه مصالح دول غربية تسعى إلى البحث عن استقرار هذه المنطقة، لأن استقرار هذه المنطقة يؤثر عليه في الجانب السياسي الأمني والاقتصادي؟
فإذا كانت هذه الدول سوف تأتي أو سوف يكون لها حضور بأي شكل من الأشكال لتحقيق السلم والاستقرار، هذا لا يعني أنه سوف يكون هناك تدخلات في المنطقة. النظام الإيراني قام بفتح قاعدة همدان الجوية لروسيا لضرب المعارضة في سوريا. إذا كان النظام الإيراني يرفض تدخلات ويرفض التدخل الأجنبي، لماذا فتح قاعدة همدان تقوم روسيا باستخدامها؟ إذا هو وجد في ذلك أنه سوف يحقق الاستقرار من وجهة نظره، فإن وجود مثل القوى الدولية لعله ينظر له بأنها تسعى إلى تحقيق السلم والاستقرار وليس التدخل. أصبحنا دول مستقلة، أصبحنا من الصعوبة أن يكون هناك تدخل في الشأن الداخلي للدول، بل هو عناصر مكملة لتحقيق السلم والاستقرار ليس أكثر. ولكن إذا كنت تقوم بأمور سلبية في المنطقة وتعتقد أن وجود مثل هذه القوات أو وجود مثل هذه التصريحات التي تحقق سلم واستقرار سوف تضر بمصالحك التي هي مضرة في الأساس بالاستقرار، فهنا تأتي تصريحات المسؤولين الإيرانيين الرافضة لذلك. دكتور، بناء على معرفتك بتركيبة النظام الإيراني، هل تتوقع أن في مجال أنهم يغيرون سياساتهم خلال الأعوام القادمة؟ هو طبعا لا يعتمد على مسألة تركيبة النظام الإيراني بشكل عام، في نهاية المطاف هي المصلحة التي تلعب دورها. فإذا كان يرتئي النظام الإيراني أو رأى أنه من مصلحته تغيير سياسة ونهج سوف يقوم بتغييره، والدليل على ذلك كان يتحدثون المرشد الإيراني وغيره كان يتحدثون عن الرفض التام لمسألة المفاوضات في البرنامج النووي، ولكن وصلوا لدرجة معينة أصبح هناك مجال لمسألة المباحثات، بالرغم من أنهم كانوا يقولون المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر خط أحمر ولا يمكن تجاوزه، ولكن حين تقتضي المصلحة بأن يكون هناك مجال للحديث معهم فإنهم لن يترددوا. إذن كيف سوف يقوم النظام الإيراني بتغيير نهجه وسلوكه؟ لا بد من وجود العوامل الدافعة إلى أن يرى أنه من مصلحته أن تحقيق السلم والاستقرار، وإذا كان ينظر بها بنظرة منطقية فإن تحقيق السلم والاستقرار سوف يعود بالنفع إلى الشعب الإيراني الذي تضرر كثيرا من العقوبات الاقتصادية. نظرة بسيطة من النظام الإيراني إذا كان ينظر بالفعل لمصالح الشعب الإيراني فإن السلم والاستقرار وعدم التدخلات هو من سيحقق ويعزز مزيد من الشرعية لهذا النظام لدى شعبه، وبالتالي بالفعل هناك دعم له وانعكاسه في السلم والاستقرار في المنطقة. أنت ذكرتني في مقالة كتبتها عن التعايش السلمي مع إيران. نعم. في المقالة هذه ذكرت بعض المقومات، يمكن أعيد عليك السؤال هذا مرة ثانية، شو مقومات التعايش السلمي مع إيران؟ عدم التدخل في شؤون المنطقة، احترام الدول واحترام أنظمتها. إذا كانت هناك سياسة للنظام الإيراني ليكون له تأثير في المنطقة فليدفع بطاقات الشعب الإيراني التي هناك غنية جدا بجوانب كثيرة فيما يتعلق بالطب، فيما يتعلق بالهندسة وغيرها، لماذا لا تكون له رؤية سليمة فيما يتعلق بالتنمية، فيما يتعلق بالاقتصاد، فليأتي بمثل هذه النماذج سوف تكون مرحب بها جدا. إذن السلم والاستقرار، عدم التدخل في شؤون، احترام الدول، احترام قواعد العلاقات الدولية، في نهاية المطاف تبقى إيران وشعبها جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة، ونحن يعني نسعى بالفعل إذا أن تكون هناك علاقاتنا قوية مع النظام الإيراني مثل ما هي قوية مع الشعب الإيراني الذي بالفعل يسعى إلى أن يكون له نماذج مثل ما هي النماذج اللي موجودة حتى في دولة الإمارات. لدينا عدد من الجالية الإيرانية، هناك مناسبات يأتون الإيرانيين، مرحب بهم جدا في دولة الإمارات وغيرها من الدول، ترى فيهم أنهم بالفعل شعب راقي يسعى بالفعل إلى أن يكون، لن يكون أقل منهم. وهناك جاليات إيرانية عاشت في الولايات المتحدة وغيرها، ترى أن هناك فرق شاسع ما بين هذا النظام الإيراني إذا كان يسعى إلى السلم والاستقرار. فهناك المبادئ بسيطة لمسألة التعايش السلمي، ومثل ما يقولون إنها أبجديات التعايش السلمي التي من السهولة جدا تحقيق السلم والاستقرار والتكاتف في الدول فيما بينها أن يعود ذلك إيجابيا على شعوبها بلا شك. بس أنت اليوم دكتور إذا تكلم عن جهود دول مجلس التعاون، طبعا التدخلات الخارجية على دول مجلس التعاون وخاصة عدد كبير من الدول
صار التدخل بشكل مباشر فيها. نعم. لما نتكلم عن التدخل هذا، شو الجهود اللي أنت لاحظتها كجهود إيجابية من دول مجلس التعاون من ناحية اللي هي المحافظة على الأمن والاقتصاد والمجتمع والمقومات والركائز الرئيسية للحفاظ على دول مجلس التعاون؟ هو طبعاً يعني أستاذ محمد، إذا رأيت يعني ما يطلق عليه بثورات الربيع العربي وما عادت يعني الأضرار الكثيرة التي تعرضت لها تلك الدول، أنا دائماً لا أضع يعني دول مجلس التعاون الخليجي مع بقية الدول، لكل دولة لها حالتها الاستثنائية، فلا يمكن يعني وصف ما حدث هناك أنه سوف يلقي بالضرر على دول مجلس التعاون الخليجي. ما حصل بالفعل أثبت أن ما تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تنمية، الاهتمام بشعوبها، التركيز على الجانب الاقتصادي، كلها عناصر ساعدت بالفعل في أن يكون هناك نوع من الترابط ما بين الشعوب وما بين الحكومات. حينما تأتي أصوات النشاز وتتحدث عن التغيير وغيره، الكمال لرب العالمين أستاذ محمد، حتى الدول المتقدمة ما يطلق عليها بالديمقراطية التي لديها أنظمة هي تراها ديمقراطية، ولدينا أنظمتنا التي هي جزء أصيل من موروثنا ولا يمكن أن نفصلها، يعني لا يمكن أن تسقط نماذج على نموذج معين وفي دولة معينة دون أن تراعي فسيفساء وتراعي العادات والتقاليد وتراعي طبيعة هذا المجتمع. فحتى تلك الدول لديها المشاكل، لديها بعض الإشكاليات في الفقر وغيرها منها، دول الخليج كذلك لديها بعض هذه الإشكاليات التي تسعى على الدوام إلى تطويرها تحسينها. هذا لا يعني أنها تأتي فئة مدعومة للأسف الشديد من الخارج فقدت بوصلتها فيما يتعلق باحترام موروثها. هذا لا يبنى عليه بأن دول مجلس التعاون تعرضت بالفعل إلى نوع من التأثير السلبي، وإنما على العكس ما تسعى له دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة في أن يكون لديها موقف قوي رافض لهذه التدخلات من الخارج، في الداخل تعاون ما بين الدول فيما بينها لتعزيز التنمية والاقتصاد، وفي نهاية المطاف نحن دائما نسعى إلى التطوير وليس ذلك التغيير الذي يهدم الأنظمة ويهدم الشعوب، ونؤكد دائما على المظلة الوطنية الجامعة للجميع بجميع فئاتهم وأطيافهم ومذاهبهم. أخيرا دكتور، التداعيات السلبية وشو من وجهة نظرك الأبحاث اللي أنت تقوم فيها والدراسات اللي شملت معظم التخصصات الباقية من ناحية ملف الحرب والاقتصاد، وين تشوف اليوم الوضع العام؟ أنا في اعتقادي أن لا أحد يرغب في الحرب ولا أحد يسعى إلى ذلك، بل هناك رسائل واضحة إلى تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة. في الجانب الاقتصادي هو من العناصر الرئيسية جدا إلى استقرار الدول وشعوبها، هذا ما تنهجه دول مجلس التعاون الخليجي. لا تغفل فيما يتعلق بالجوانب السياسية التي تسعى على الدوام لتطوير ذلك الجانب بما يتناسب مع موروثها، وليس مجرد إسقاط نماذج أخرى لا تراعي طبيعة المجتمعات. التدخلات المستمرة لن تفيد الدول ولن تفيد الاستقرار ولن يفيد حتى النظام الإيراني الذي يسعى باستمرار إلى تحقيق ذلك. هي رسالة دائما نرسلها إلى أننا دائما ما نسعى إلى أن يكون للشعب الإيراني كل الخير وكل التقدم وكل التنمية. هذا الأمر سوف يتحقق من خلال مفهوم جديد للنظام الإيراني يركز فيه على الجانب الاقتصادي والتنموي، ويأتي بهذه النماذج التي سوف تكون مرحبة بها جدا في دول مجلس التعاون الخليجي. أما التدخلات المستمرة فإنها لا شك سوف تجد هناك الدرع الحصين الذي يصدها والذي يمنع ويحول دون أن تتضرر دول مجلس التعاون الخليجي مجتمع فيما بينها. وإذا كانت هناك تعاون دولي فإنه يسعى إلى تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة التي للأسف دول أخرى تسعى إلى زعزعته من منظورها، تسعى إلى النفوذ. لن يتحقق هذا النفوذ وإنما سوف يزيد من الإشكاليات. إذن الرسالة هي رسالة سلم وليس حرب لتحقيق السلم والاستقرار،
ولن ترضى أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بأن يمس أحد سيادتها، وسوف تبقى دائما متكاتفة فيما بينها لصد مثل هذا الأخطار، لأنها الأمن الخليجي واحد، فأي خطر يمس أي دولة إذا يمس دول مجلس التعاون الخليجي قاطبة. دكتور سلطان النعيمي، شرفتنا في ضيف الفرسان، وأشكرك أصلا على وجودك معنا وإثرائك للأمور هذه. واجب علينا صراحة. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. جزيل الشكر والتقدير للدكتور سلطان النعيمي المتخصص في الفكر السياسي الإيراني. وحب أذكركم مشاهدينا الكرام، تواصلوا معنا على حسابات البرنامج في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى هاشتاغ سوالفكم. وبداية فقرة سوالفكم عند أخوي فيصل الزعابي. مبادرة عام الخير تتحول إلى خطة عمل وطنية مفتوحة على الأفكار والاقتراحات التي من شأنها تعزيز وتفعيل العمل الإنساني حتى يعم الخير على الجميع من إمارات الخير. الجديد أن 100 شخصية وطنية وإنسانية تعقد خلوة لبلورة خطة موحدة تضمن تنفيذ جميع المبادرات على مستوى الدولة. والتفاصيل في تغريدة على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وفي التغريدة: قررنا عقد خلوة للخير الأربعاء القادم نناقش فيها مع 100 شخصية وطنية وإنسانية ومجتمعية خطة موحدة للدولة فيما يتعلق بمبادرات الخير. صحيح أخوي فيصل، كانت دائما وأبدا دولة الإمارات سباقة في فعل الخير والمبادرات الإنسانية. طبعا أخوي محمد أكيد مجهز لنا شيء أنت. نحن اليوم إن شاء الله بنتكلم عن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جمهورية الهند، والحفاوة التي استقبلت بها الهند ضيفها، والتي توجت بعدد من الاتفاقيات التي تخدم مصالح الشعبين. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي يصف الحفاوة التي استقبل بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في التغريدة، ويقول فيها: حفاوة الهند بمحمد بن زايد حفاوة بقائد صنع الفارق. الإمارات مع الهند التنوع والتعدد والإنجازات تصنع مستقبلا مزدهرا لمصلحة الشعبين الصديقين. نعم أخوي محمد، هذه الحفاوة تعكس عمق الروابط بين الشعبين وبين دولة الإمارات وجمهورية الهند. أيضا هذه الحفاوة الكبيرة تعبر عن مدى الرغبة الصادقة لدى جمهورية الهند في تعزيز العلاقات بدولة الإمارات على مستوى الأصعدة، وهذا ما عبر عنه رئيس وزراء الهندي ناريندرا مودي في تغريدة على تويتر تقول: ترتبط الهند والإمارات بروابط الصداقة القوية والتعاون الواسع، ونتطلع إلى تحسين هذه الروابط وتعزيز العلاقات أكثر وإلى آفاق أوسع. صحيح أخوي فيصل، طبعا وتأكيدا على تميز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، شاركت قواتنا المسلحة في احتفالات يوم الجمهورية. طبعا هنالك تغريدة على حساب فرسان الإمارات تقول: لأول مرة وفي سابقة تاريخية قوات الإمارات المسلحة تشارك الهند احتفالاتها في يوم الجمهورية 68. نحن اليوم لما نتكلم عن العلاقات الإماراتية الهندية نتكلم عن تاريخ، نتكلم عن حضارة كبيرة كانت تربط بينهم كثير من خطوط الملاحة والتجارة وكثير من الأمور اللي كانت عاصمة. صحيح، لا شك من ذلك. أنا اليوم بنتقل يمكن من العلاقات بين الإمارات والهند إلى جمهورية اليمن، وهذه بتكون التغريدة الأخيرة لليوم. تصف تصريحات المتمردين في اليمن بخصوص الانسحاب من المناطق التي يحررها الجيش الوطني بدعم قوات التحالف العربي على أنها انسحاب يسبق المعركة هي كذبة سامجة، كما وصفها معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وتقول التغريدة: كذبة الانسحاب المسبق باتت مكررة سامجة، تحرير مخا ترك أثره ورفع درجة اليأس لدى متمردي الحوثي وصالح، الضربات القادمة ستكون أكثر ألماً. شكراً لك أخوي محمد على المداخلة. أما الآن أعزائي المشاهدين، نتابع مع بعض أبرز التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا لختام حلقتنا لليوم، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة، وأتمنى منكم أعزائي المشاهدين تتواصلون معنا على حسابات البرنامج وعلى هاشتاغ سوالفكم وعلى حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثرونا بآرائكم واقتراحاتكم. نشوفكم في الحلقة المقبلة ومع السلامة. نتواصل معاكم الأسبوع القادم إن شاء الله. حياكم الله.